هذا شخص يقول دائن، شخص دائن مال آخرين وحان وقت إخراج الزكاة، يعني إن كان قصده أنه له ديون على الناس وتم عليها سنة يزكيها لأنها ماله، فالمسلم يزكي المال الذي حال عليه الحول سواء كان في يده أو كان في ذمم الناس، إلا إذا كان في ذمم ناس ما يدري يرجع عليه ولا ما يرجع، لأنهم مماطلين أو مفلسون ما يدري، فهذا لا ما يجب عليه، لأنه مثل المال الضائع ما يدري يرجع أو لا. فإذا قبضه يبدأ الحول، فإذا تم عليه حول بعد القبض يزكيه. أما إذا كان الدين على أملياء وناس إذا طلبه منهم يعطونه إياه، هذا يجب أنه يزكيه مثل المال الذي بيده تماما إذا حال عليه الحول.